احنا التلاتة 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 احنا التلاتة 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 احنا التلاتة عددنا الكلاب تكاد تمزق طرزانة القرن العشرين حبا واشتياقا، حبا واشتياقا ولا توحشا وعذابا. هو ما فيش غيره المجرم. مين فتحي؟ ايوه فتحي. صحيح، انا شفت صاحبه هناك، ضروري هو اللي جابه معاه. انا مش قلتلكم مش عارف اشتغل معاه؟ ده مجرم وعاوز يقتلني. وحياتك هتشتغلي وتفرسيه وتطقيه. طيب انا وهو والزمن طويل. بس اوعى يكون حد شافك في المطار. ما تخافش، انما تعرف فتحي انها صعبت عليا. صعبت عليك؟ ازاي تصعب عليك وعلى شقه زي دي؟ ده انا لو طلتها بين ايديا هقطمرها بيتخطب. حاجه غريبه قوي يا اخي. اللي انا عايز اعرفه، ايه السبب اللي خلاها تتخانق معاك في الكافيتيريا؟ ما اعرفش، من باب الطاقه كده هبت فيا كده زي المكتب على المترولوز، وهات يا شتايم لقلبك يحبها. لكن معلش انا هعرف اربيها ازاي. يا ربينا على فين؟ اروح اشوفهم عايزين مني ايه في الشارع. الو؟ لا يا سيدي، الانسه نوسه بخير والحمد لله، جت سليمه طبعا متشكل. ده مش معقول ابدا، كل ثانيه تليفون تليفون، كلهم بيسالوا عليها. امال يا استاذ الخبر عمل ضجه، قنبله فنيه هنا في مخ. امال كان فين مخك ساعه الكلاب منط وبوظ الشغل؟ طب ما انا في يا اخي ده انت فاكر عيلة منك قد كده. وجاري بس لو اعرف مين اللي جاب الكلاب دول. انا وصلت. أنا يا أستاذ فتحي، اتفضل. نعم، تحت أمركم. شوف يا أستاذ فتحي. أيوه. أنت بتستعد للسفر بكرة لإسكندرية إن شاء الله. إسكندرية؟ أيوه. أجازة إن شاء الله. أجازة؟ هو إحنا اشتغلنا حاجة يا ابني لسه؟ إحنا عندنا تصوير خارجي، إكستيرير. أيوه. بعد ما شفت البطلة وحبيتها ولا سألتش فيه، هتنتحر. نعم يا أخويا. أنتحر؟ لا ده بعدكم. أنا جاي أمد مش جاي أنتحر. السلام عليكم. استنى ده تمثيل تشخيص كده وكده حنمور. كده وكده. طب وما تهنش في مصر ليه؟ لازم انتحر في الصيف يعني. بقول ايه يا اسطى؟ نعم بقول يعني مش ممكن يطلع فوق عماره عاليه من بتوعي ويحدف نفسه، ولا يجيب حديده يفتح بيها نفوخه من غير سفر وبدل سفر والبلاوي المتلتله اللي فوق دماغي دي. يا معلم انت عاوز تودينا في داهيه؟ السيناريو بيقول كده. السيناريو فلقتني بالسيناريو بتاعك ده. السيناريو الحدوته يا معلم، الحدوته بتقول ان هو لازم ينتحر ويرمي نفسه في البحر. لا ما اعرفش اعوم وجاي زغرق. سلام عليكم. استنى ما تخافش، احنا عاملين ترتيباتنا ما تخافش. ده شغل سالمة. انا كان مالي ومال السيمة. صحيح، من ساب كاره اتقل مقداره. فعلا. جات الفرصة وهعرف انتقم منه. صحيح. ازاي بقى؟ دلوقتي هتشوفي، مش انا اللي هنقذه. بس انت ما تعرفيش تعوم، قلت للاستاذ محمود. وانا عبيطة برضه عشان اقول له دي فرصتي. استنى عليا. خدي بالك بقى يا استاذ شريف، واخد بالي من كل حاجة، بس في حاجة واحدة عايزة افهمها. ايه هي؟ مين اللي هينقذني لما اقع في البحر؟ وده عايزة سؤال يا استاذ. طرزانة طبعا. طرزانة؟ نوسة؟ ايوه. اتكلم مش ممكن ابدا. مش ممكن ازاي يا استاذ؟ المنظر عايز كده. منظر ايه؟ تعرفين تروضوني؟ وماله يا سيدي؟ ده شغل سيما. سيما؟ سيما؟ يا اخويا مش لاعب. سامع ايه؟ تعالى بس هنا نتفاهم. مش المخرج غير المخرج ولا بلاش خلوه في البحر. ما
فينا شرارته ويخرجنا صمل من قلب البحر. يا دعاء المخرج يا جمال يا خواف. وانت مالك انت بنت انت بنت؟ بنت انت بنت؟ انا بنت؟ مش انت بنت كمان؟ تتهرف منيل؟ عايز ايه يا عم؟ مش ناقص الا انك تضربني كمان. مالك واضرب اللي شدتني كمان. طب وديني لحنتك في الميه. الحقونا حسنا وانا كمان رايح فين؟ انزل انقذيهم. انقذ مين؟ ها؟ هو انا اعرف ام خالد يا خبر اسود. وبعدين؟ دول هيغرقوا. هم مين دول اللي هيغرقوا؟ دول انت مش عارف المخرج اخرجنا من الميه وطلعت ما بتعرفش تعوم ومحدش هنا بيعرف يعوم ولا انت ولا انا كده. طب دي فرصه ما تنزل انت تلبسهم وفلاحك يا فادي. يا عالم يا روح انا هنزل بدير. انت مستني ايه؟ صور الشريان ده بدير. يا حبيبي يا حبيبي شو المنتج غير المنتج واخد البطله معاه في البحر. عرفنا ما يمكن كان زعلان وقالت له اشرب من البحر. يمكن نادر يعمل فيلم ويكتب بطولته لكلب البحر. قال بتحب تمثل قرب هنا واسقط منتج من البحر. احنا التلاتة 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 احنا التلاتة 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 احنا التلاتة عددنا تلاتة من البحر. يرحمكم الله. كويس كده يا استنوسه، مش كنت تقولي انك ما تعرفيش تعومي بدل ما ناخد الانفلونزا وراجل يروح في شربة ميه؟ ايه؟ ايوه عشان يبوظ المنظر ويروح علينا يوم بحاله سفر وبدل سفر وقفصة اكل. انا كان مالي ومال السيمه. انا فين وانا فين دلوقتي يا عم يا وزير؟ ما هو منك ايه؟ 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 ولا حاجه. طيب هو بس محمود اتنين بس؟ لا دول 12 بس دول عينه. طب سلمهم لقفيش شكراوي. طب كنت بالك من القصه فيش احسن حد لو لعب فيهم هيفرقعوا. يفرقعوا يا خبر اسود تمام. ايه دي لازم تعملش للقرصان. لا ولا قمصان ولا شربات. كل اللي اتصور لغايه دلوقتي خسر بسبب خناقاتهم مع بعض. مفيش تصوير ولا اي حاجه الا اذا اصطلح البطل مع البطل. مش ممكن تعمل رابع مستحيلات. انا فرق مع دي والله يا شيخ عايزك تقوم بنا. لا كنت هتوديني في داهيه وانا لا يمكن اشتغل مع دي. انا اللي لا يمكن اشتغل مع ده. والعقد ده اللي اشرب ميته. والبند الخامس مز بيه. انا ممكن اقبل حد يهددني وانا كمان ما يهمنيش. ايوه ما يهمناش وابنكوتش الكلام ده. ما تروح الفيلم على اصحابه بقى. وفلوسي طز فيكوا بفلوسك. يلا بينا يا نوسه. يلا. ايه ده انت ازاي تحط ايدك على كتفي يا بارد؟ اوعى كده. ما تروح الفيلم على اصحابه على ابطاله. عجبك كده؟ ما تخافش يا استاذ انا برضه هعرف اصلحهم. هنا في مخ يا استاذ مش فرد الجزمه. بتقول ايه يا اخويا؟ انت مش هتبطل تفكر.